السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة تجمعنا بكم هذه المرة من ولاية صحار مع الشبيبة كما عودكم، حاضرا دائما في كل المناسبات وأينما تكون الأحداث الوطنية. مؤتمر يناقش التعليم والثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على هذا التعليم هنا في كونت راديسون بلو في صحار، تنظمه المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة. في حلقة اليوم مستمعينا سنقف على كل التفاصيل المرتبطة بهذا المؤتمر، من تنظيمه، من أوراق عمل مشاركة، وأيضا ما هي التوجهات التي تعمل بها الجهات التربوية في السلطنة وكذلك خارج السلطنة للوقوف على وضع التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة. إذن مستمعينا باسمكم جميعا أرحب بضيوفي في حلقة اليوم، وهم المتواجدون معي في ساعة البرنامج الأولى: دكتور علي الحراسي، مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. مساء الخير دكتور، حياك الله معنا. مساء النور والسرور، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين عبر إذاعة الشبيبة أف أم. نعم، وأيضا نرحب بسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، أمين عام مجلس التعليم. مساء الخير سعادتك وحياك الله. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام إن شاء الله. أهلا وسهلا. وكذلك معي مشاركا أيضا الدكتور شادي مازن حلس، أستاذ مشارك في كلية الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة المدينة العالمية بماليزيا. مرحبا دكتور وحياك الله. وعليكم السلام، أهلا بكم. إذن مستمعينا هذا هو المؤتمر، كثير من التفاصيل يحملها بين طيات. هناك 500 مشارك من 20 مؤسسة تربوية يتواجدون في هذا المؤتمر لمدة 3 أيام لأهداف متنوعة. نبدأ بالتعرف على كل هذه التفاصيل من خلال الدكتور علي الحراسي. دكتور، نقف بداية معك على هذا المؤتمر وما أهمية تنظيمه في هذا التوقيت بالذات. جاء تنظيم مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على التعليم حرصا من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة لأهمية التعليم وتطويره بما يتوافق ومتطلبات المرحلة القادمة. وكما يعلم الجميع فالثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعا نعايشه، ولا بد أن تكيف وتطور المنظومة التربوية بما يتوافق ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. لذلك جاءت فكرة عقد هذا المؤتمر الدولي ليكمل الجهود التي بذلت من قبل العديد من مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر. فكان تنظيم المؤتمر خلال هذه الأيام ابتداء من اليوم الاثنين موافق 21 يناير حتى يوم الأربعاء الموافق 23 من يناير لعام 2019، ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من 500 مشارك من داخل السلطنة وخارجها. ستقدم خلال أيام المؤتمر 100 ورقة عمل موزعة على محاور المؤتمر الخمسة. نعم جميل. سعادتك، يعني اليوم هذا التجمع الكبير، ربما يعني لا نسميه أيضا تجمع تربوي، وإنما يعني اجتمعت التربية والتقنية اليوم في توجه واحد من خلال هذا الجمع وهذا المؤتمر. كيف تنظر إلى أهمية تنظيم مؤتمر يحمل يعني الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على التعليم؟ نعم، مثل ما ذكرتي أنه اليوم يجمع هذا اللقاء وهذا هذه التظاهرة العلمية يعني أطياف متعددة ومتنوعة من داخل السلطنة ومن خارجها، ومشاركة والحمد لله واسعة من أطياف متعددة واختصاصات متعددة. اليوم لا نستطيع أن نفصل التعليم عن القطاعات الأخرى، سواء كانت قطاعات اقتصادية، قطاع الأعمال، أو قطاع التقنية، خاصة قطاع التقنية. وحديث الثورة الصناعية الرابعة والآن حديث الساعة في كل مكان وفي كل الدول. نعم. وهناك سباق محموم حول الوقوف على أثر هذه الثورة الصناعية على كافة القطاعات وعلى كافة المجالات،
والتعليم ليس بمنع بهذه الثورة الصناعية، بل هو العنصر لربما هو الأهم، لأنه التعليم هو الذي يعول عليه إعداد الموارد البشرية والكفاءات التي سوف تقوم على كل هذه العناصر التي تندرج تحتها هذه الثورة الصناعية. نعم، لكن أيضا يعني سعادتك اليوم هناك رؤية تنتهجها السلطنة، رؤية عمان 2040، وكثير من محاور هذه الرؤية وتوجهاتها تتجه نحو الثورة الصناعية الرابعة. كيف يعني كيف أيضا وضعت هذه الاستراتيجية التعليم كمحور من محاورها لي يعني تتجه به نحو هذه الثورة؟ نعم، كما هو معلوم يعني من خلال أيضا جهد السلطنة وأيضا سياساتها العامة، نعم، تضع الآن وأوشكت على الانتهاء من وضع رؤيتها لعام 2040. نعم. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون هناك المؤتمر حول هذه الرؤية. محور الإنسان والمجتمع كان أحد أسس أحد محاور أساسية الموجودة في هذه الرؤية، والتعليم كعنصر أساسي وبناء القدرات الوطنية كعنصر أساسي كانت ضمن هذا المحور للأهمية البالغة، وأيضا لإدراك المعنيين بالسياسات والتخطيط في هذه الدولة، وفي يعني أيضا إدراكهم بأهمية التعليم وإعطاء الأولوية من بين العناصر والمكونات الأخرى حتى يقود زمام التقدم في هذه الدولة الفتية. نعم. ودوره البالغ حقيقة في إعداد القدرات والكفاءات الوطنية لكافة التخصصات وفي كافة المجالات. ولذلك أنا أعتقد أنه في الرؤية عمان 2040 كان هناك يعني ومن خلال أيضا جولاتنا في المحافظات ومن خلال أيضا جلسات التخصصية في حلقات النقاشية، نعم، كان هناك تركيز كثير على محور الإنسان وعلى أيضا إعداد هذا المواطن وإعداد الأجيال القادمة لعمان. نعم. فهنا يلعب التعليم والتأهيل والتدريب دور كبير جدا فيما يتعلق بتهيئة وإعداد الأرضية المناسبة الجيدة من حيث الاهتمام بهذه الموارد وبهذه القدرات وتهيئتها حتى تكون قادرة على التعاطي مع كل المعطيات وأيضا على التماشي مع التقنية الحديثة وأيضا المساهمة بفعالية في تنفيذ الاستراتيجيات القادمة في القطاعات المختلفة، وأيضا تكون لديها إلمام واسع فيما يتعلق برؤية عمان 2040. نعم. دكتور شادي، اليوم أيضا يعني يعول على التعليم العالي أن يكون هو اليوم يعني الداعم الأساسي في إيجاد أجيال قادرة اليوم أن تضخ سوق العمل بمتطلباته بالتعامل مع هذه الثورة ومرتكزاتها وأهميتها. اليوم أنت كأستاذ مشارك كيف تنظر أيضا إلى المستوى الذي تعمل عليه الجامعات سواء على مستوى العربي أو المستوى الخارجي في التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص الثورة الصناعية الرابعة، نعم، هي موجودة في التعليم من فترة، وكل دولة بتضع مقاييس واكسبكتد أو توقعاتها لإنجاز أو تثبيت الثورة الصناعية الرابعة في المؤسسات التعليمية. نعم. لأنه الثورة الصناعية الرابعة صارت موجودة في سمارت فاكتوري من فترة طويلة، وفي في وزارات الدفاع مثلا، في سايبر سبيس، في الصين، في روسيا، في أمريكا. فحاليا العالم توجه انه الثوره السنه الرابعه والتكنولوجيا الحديثه اللي هي تعتمد على 9 تكنولوجيات، انترنت اوف ثينجز وسايبر سبيس او سايبر سيكيورتي والبيج داتا، هاي خرجت اصلا من مجموعه من الاكاديميين والسياسيين والرجال الاعمال من مجموعه من الالمان، خرجوا بتسع تكنولوجيات حديثه في عام 2013 لتوجيه جميع المؤسسات التعليمية بوضعها في الكوريكولام أو في المناهج الدراسية. نعم. وكل دولة عندها توقعات، مثلا في ماليزيا توقعون أنه تثبيت أو اعتماد الثورة الصناعية الرابعة في المؤسسات التعليمية وجميع الوزارات في عام 2026. نعم. هم بدوا في ماليزيا بدوا في 2016 وتوقعون في انجازها في 2026، وهي طبعا توقعات طبعا. وافضل اكثر دولة يعني ماشية متقدمة في هذا المجال هي ألمانيا والصين واليابان وامريكا. نعم. بخصوص التعليم،
بخصوص الكلاس روم. طبعا في تحديات كبيرة هان بخصوص دور المدرس في تدريس في الكلاس روم, لانه احنا بنعرف بالاي ليرنينج تعليم ان ديستانس صار موجود في اكثر جميع المواقع, مواقع كثير زي مثلا يوديمي مثلا كورسيرا, كلها تعليم موجود. يعني المقصود في كيف تاثير الثوره الصناعيه الرابعه في التعليم, بمعنى انه ليش الاستاذ بيدرس تعليم موجود اصلا في الانترنت, يعني طالب ممكن يكتسبه. صحيح. هي معرفه موجوده بطريقه ذاتيه. نعم. الطريقه موجوده. نعم. فالتدريس الحديث حيكون يعتمد اكثر على انوفيشن, بمعنى انه الطالب يدرس اول فصلين مثلا, يتعلم الاساسيات في الماده الدراسيه, وبعدين بعدها ينتقل توجيه الطالب انه يدخل في الاندستريال, لانه الاندستريال او الانتربرايز, لانه هذا بتطور اكثر من التعليم, اكثر من الكروكلم اللي احنا بنعطيه للطالب. لكن يعني دكتور عذرا لو بقى عليك, يعني الان التوجهات نحو الجامعات يعني في تدريس تقنيه المعلومات وما يرتبط بالثوره الصناعيه الرابعه, هل يمشي يعني بخطى حديثه تواكب متطلبات هذه المرحله المتسارعه؟ لا ما هي السؤال. نعم. هاي الموضوع انه الاندستريال والصناعات اسرع بكثير من التعليم. يعني نعم. احنا بنعلم الطالب حتى الان النولج لسه اساسيات وقديمه. نعم. الطالب بعد 5 سنين لما يتخرج حيتصدم, حيتشوف انه في سوفت وير حديث, بلاقي الانتربرايز او البزنس تغير. حاليا الطالب ما بيدرس, على سبيل المثال الكريبتو كرنسي اللي هي جايه من البلوك تشين اللي هو اصلا من الكريبتوغرافي, يعني هي اكثر شيء تقنيه, ولكن طالب البزنس او طالب في اداره الاعمال لازم يعرف شو يعني الكريبتو كرنسي, بيتكوينز مثلا حاليا يغزو. وهذا يمكن يعني يحتاج ان ايضا يعني حتى مؤسسات التعليم العالي تعيد منظومتها في ما يعنى بيعني مواكبه هذه المتطلبات من خلال المناهج. يمكن احنا بنرجع. صحيح. ناخذ نقاط تفصيليه. نرجع للدكتور علي ونتحدث عن المؤتمر. ذكرت ان هذا المؤتمر يطرح ما يقارب من 100 ورقه عمل. ما هي اهم الاهداف اللي ارتكزتوا عليها في هذا المؤتمر ليكون يعني بهذه المحاور وهذا التنوع والثراء العلمي ضمن أوراق العمل؟ أهم أهداف المؤتمر. نعم. نشر الوعي بين أوساط التربويين بتقنيات ومحركات الثورة الصناعية الرابعة. نعم. وتبادل الخبرات والتجارب المحلية والدولية والآراء المطروحة حول توظيف تقنيات الثورة الصناعية في مجال التعليم, وكذلك التعرف على أفضل الممارسات في إدراج مفاهيم ومهارات ومعارف الثورة الصناعية الرابعة في المناهج وطرائق التدريس, فضلا عن إقامة شراكة فعالة بين المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة والمجتمعية لبناء شراكات متميزة بما يخدم التعليم. فهذه أهم أهداف المؤتمر. أما فيما يتعلق بأوراق العمل فهي تتناول 5 محاور خصصت للنقاش والبحث في هذا المؤتمر, وهذه المحاور هي التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة, وتقنيات ومحركات الثورة الصناعية الرابعة, وأخلاقيات وقيم ومهارات الثورة الصناعية الرابعة, سوق العمل والوظائف المرتبطة بها في ظل الثورة الصناعية الرابعة, ودور التوجيه المهني في إعداد الطلبة لها, وأيضا البرامج والمبادرات والمشاريع التربوية ذات العلاقة بتقنيات ومهارات الثورة الصناعية الرابعة. يمكن هي يعني دكتور محاور مهمة تتدرج وتركز, الجميل فيها أنها تربط اليوم بين التعليم وبين متطلبات سوق العمل, وتدرج أيضا التوجيه المهني في مهامها الرئيسية في المواءمة بين كل هذه التفاصيل. مستمعينا احنا بنكون على متابعة أيضا لتفاصيل أكثر, ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. رجعنا لكم مستمعينا, ونرحب أكيد بكل اللي تابعنا على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في صلالة. وحديثنا اليوم مثل ما أشرنا في بداية الحلقة المؤتمر الدولي الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على التعليم المقام في ولاية صحار.
بتنظيم من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة. سعادة الدكتور سعيد الربيعي، اليوم من خلال الجلسة الرئيسية لهذا المؤتمر كانت لك يعني وقفة ورقة عمل استعرضت توجهات التعليم في عمان في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ربما عنوان يعني شامل لكثير من المحاور الداخلية من خلال متابعتنا لورقة العمل التي عرضتها، ومن خلالك يعني نتعرف على هذه التفاصيل التي يعني تضمنتها هذه الورقة. نعم، من خلال هذه الورقة التي يعني أعددناها لهذا المؤتمر حقيقة حاولنا إيجاد الربط بين التوجهات المستقبلية فيما يتعلق برؤية عمان 2040 وموقع التعليم والتأهيل والتدريب في هذه الرؤية وبناء القدرات الوطنية، وكذلك ربط هذه الرؤية بالاستراتيجية القطاعية بقطاع التعليم اللي هي استراتيجية الوطنية للتعليم 2040. في هذه الاستراتيجية حقيقة تستشرف مستقبل التعليم في السلطنة من خلال يعني خمس استراتيجيات فرعية تتعلق بالإدارة التعليمية وحكمتها، وتتعلق أيضا بالطلاب والتقدم في المراحل التعليمية ووصولهم حتى يعني الأعمال سواء كان أعمال خاصة من خلال الريادة ومن خلال أيضا التحكم بأعمال أخرى. كذلك تتطرق الاستراتيجية أخرى بموضوع التمويل في التعليم، وكما هو معلوم الآن هناك في تقلبات كبيرة في هذا الجانب فيما يتعلق بالموارد المالية، وعندما تكون هناك أزمات مالية حقيقة تتأثر هذه المنظومة، ولذلك كان لابد من التفكير في إيجاد مصادر بديلة ومصادر أخرى في هذا الجانب. هناك أيضا جانب آخر أو استراتيجية أخرى تتعلق بجودة التعليم، وهذه أيضا مهمة جدا، يعني الدولة كرست جهود كبيرة جدا في توسيع وانتشار التعليم في مختلف محافظات وولايات السلطنة خلال الفترة الماضية، سواء كان هذا على مستوى التعليم المدرسي أو على مستوى التعليم التقني والمهني أو أيضا حتى على مستوى التعليم العالي، والحمد لله نجد مؤسساتنا التعليمية يعني موجودة في كل محافظات وولايات السلطنة. فأنا الأوان أعتقد أنه إعطاء الجودة اهتمام كبير مع حصول هذه المتغيرات والتحديات الحديثة التي يعني تفرض علينا التسارع في مسألة تحديث وتطوير مناهج تعليمية والمقررات التعليمية، وكذلك الاهتمام بالموارد البشرية والارتقاء بهذه الموارد البشرية بحيث تكون قادرة على مجاراة هذه التحديات وأيضا هذه التوجهات في المسيرة التعليمية. نعم، ماذا عن إدارة وحوكمة التعليم؟ يمكن هذا بين قوسين أنا لفت انتباهي أثناء حديثك وعرضك أيضا، نتحدث عنه. نعم، هذا الموضوع حقيقة مهم جدا، لأنه الآن فيما يتعلق بالتعليم وحوكمة التعليم من مهم جدا أن تكون هناك في تشريعات واضحة. لدينا تشريعات خلال السنوات الماضية، لكن أيضا كل هذه المتغيرات والمعطيات التي يعني مشيرة من خلالها وأيضا تطور المنظومة التعليمية، أعتقد حان الوقت أن نقف عند التشريعات الموجودة حاليا فيما يتعلق بالتعليم المدرسي وأيضا فيما يتعلق بالتعليم العالي. ولذلك مسألة الحوكمة والإدارة تأتي من خلال وضع تشريعات جديدة، ولذلك سعينا من خلال مجلس التعليم بالتنسيق أيضا مع الجهات الأخرى لوضع مشاريع تشريعية، مشروع لقانون التعليم العالي ومشروع أيضا لقانون التعليم المدرسي، والحمد لله قطعنا شوط في هذا الجانب. من المهم جدا أن نقول في مشروع التعليم المدرسي أن تعطى هناك صلاحيات أوسع بالنسبة للمديريات بالنسبة للمدارس، وأن تكون هناك أيضا عملية منظمة بين الجهات التي ترسم السياسات وأيضا الجهات التنفيذية، وكذلك العلاقة التشاركية مع القطاع الاقتصادي والصناعي والإنتاج، والعلاقة أيضا مع المجتمع مع الأسرة. كل هذه المكونات والعناصر مهمة جدا أن تكون واضحة، وأيضا مسؤوليات واضحة فيما يتعلق بهذا الجانب. أيضا في مجال التعليم العالي حقيقة حان الأوان أن ننظر لهذه المؤسسات على أساس أنها تكون لديها أيضا صلاحيات، تكون لديها الاستقلالية الإدارية والمالية كما هو معمول به في الدول الأخرى، يعني لا تكون منضوي تحت وزارات، وإنما تحكم من خلال مجالس إدارة بالنسبة للجامعات الخاصة والكليات الخاصة،
وايضا مجالس الامناء بالنسبه للجامعات والقطاعات الخاصه وكذلك ايضا حتى الجامعات والكليات الحكوميه. نعم. فلذلك لابد تكون الصوره واضحه والمسؤوليات واضحه في هذا الجانب. الجانب رسم السياسات والتخطيط العام يكون عن طريق مجالس الامناء الخاصه بهذه المؤسسات، وايضا ياتي بعد ذلك الجانب التنفيذي اللي هو على الادارات التنفيذيه في داخل هذه الجامعات والكليات وهكذا يعني. نعم. فأعتقد هذه العلاقة الترابطية يعني مهمة جدا لإيجاد صورة جديدة وتشريع جديد ولوائح جديدة تحكم كل هذه العلاقات بين مختلف هذه المكونات، سواء كان مجالس متخصصة في مجلس التعليم أو وزارات تنفيذية أو أيضا حتى المؤسسات التعليمية التي تقع تحت نطاق هذه الوزارات، بحيث أن تكون خارج نطاق هذه الوزارات وتكون وزارة التعليم العالي هي المنظمة لقطاع التعليم العالي من خلال هذا التشريع قانون التعليم العالي. أما بالنسبة للتشريع بالنسبة لوزارة التربية والتعليم ربما يختلف إلى حد ما، ولكن هناك أيضا أعتقد محتاجين إلى هذه أيضا العلاقة، تحديد العلاقة بين هذه الجهات والمكونات، وكذلك إعطاء صلاحيات والبعد شوية عن أو البعد عن 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 المركزية، بحيث تكون هناك صلاحيات تعطى للجهات التنفيذية في المحافظات في المدارس، بحيث أن تكون أيضا لديها المكنة في أيضا اتخاذ القرارات وأيضا في تطوير المنظومة التعليمية، وكلها دور أيضا فاعل في التطوير، سواء كان تطوير على مستوى الموارد البشرية، على مستوى المناهج، على مستوى التقويم، وفي كل المنظومة التعليمية. وأتوقع هذا هو متطلب اليوم مع وجود هذه الثورة وتوجهات الحكومة، كيف ممكن احنا نعطي ايضا هذا التوجه يعطي مرونة في طبيعة العمل في كل مؤسسة وايضا تكاملية، احنا كل القطاعات تعمل في اتجاه واحد ان تسهيل هذه طبيعة عملها وممارساتها في ظل هذه الثورة الصناعية الرابعة. واتوقع مهم التشريع في هذا الجانب، لان ما ممكن ننتقل من مرحلة الى مرحلة قادمة الا بتطوير تشريعات. نعم، تشريعات مهمة لانه كل جهة من الجهات يعني تحدد مسؤولياتها ومهامها، وبناء على هذه المسؤوليات مفترض أن هناك يكون تقييم لأداء هذه المنظومة ككل. ولذلك التشريع جانب مهم جدا للوقوف على كل العناصر وأيضا الوقوف على كل مكونات المنظومة التعليمية ونقيس الأداء بفاعلية ومن خلال مؤشرات يعني موضوعة لهذا الجانب لكل مستوى من المستويات التعليمية. ولذلك نعتقد أنه أيضا العمل بالمؤشرات وقياس المؤشرات الأداء وأيضا عملية المعايرة مع الدول الأخرى قياس منظومتنا من خلال معايير علمية يعني مدروسة وأيضا متوافقة مع يعني الجانب المحلي وأيضا حتى عند ما هو موجود على مستوى الدولي. ولذلك أعتقد أنه أيضا وجود هذه المؤشرات مهم جدا حتى نقيس أداءنا فعليا وبأداء علمية وأيضا بمنطقية، وتكون يعني واضحة للأشخاص الذين يديرون هذه المنظومة وكذلك أيضا للمجتمع. نعم. حيث أن المجتمع أيضا يكون متابع ومطمئن على أداء هذه المنظومة. نعم، جميل. احنا بنرجع للأستاذ شادي ولكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل. حياكم الله مستمعينا ومواصلين حديثنا. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن جوانب متعددة، وصلنا للدكتور شادي. دكتور، يمكن أنت حضرت الجلسة الرئيسية لافتتاح هذا المؤتمر واستمعت من خلال المتحدثين الرئيسيين لجوانب مختلفة، سواء فيما يخص التعليم أو فيما يخص التقنية من خلال هيئة تقنية المعلومات، وما يخص أيضا وزارة الخارجية كانت لها ورقة. كيف تكونت لديك صورة أيضا عن واقع توجهات الصدغنة في قطاع التعليم نحو الثورة الصناعية الرابعة؟ هذا سؤال جيد. هو صراحة يعني الثورة الصناعية الرابعة حتى نبدأ فيها هو تنظيم مؤتمر، هو أفضل شيء الدول لما تجد أو المؤسسات التعليمية تبدأ بتنظيم مؤتمر زي ما توجه سلطنة عمان بتنظيم مؤتمر. أنا كتير عجبني أنه من المشاركين كانوا من جميع التخصصات، لأنه معروف الثورة الصناعية الرابعة تعريفها هي تقنية معلومات في الأغلب، ولكن هي المفروض تتعمم في جميع التخصصات، والمشاركين ما شاء الله يعني في عدد كبير من الباحثين ومن مختلف التخصصات، فهذا يوجه هذا معناه انه المؤتمر ناجح، نوجه الطالب والباحثين في
في انه تكون عندهم صوره انه الثوره الصناعيه الرابعه ممكن تدخل في كل التخصصات، في الادب، في العلوم، في الهندسه. ويعني المتحدثين اليوم كانوا يتكلموا عن توجه السلطنة والتربية والتعليم في الثورة الصينية الرابعة، وكيف تطوير المناهج، وكيف إعداد الورش العمل. فبداية مؤتمرات تنظيم ورش عمل، وبعدين تعليم العالي مع تعاون مع الجامعات بيبدأوا في تطوير الكوريكولم أو المناهج، لأنه هذا الشيء ممكن يأخذ وقت وممكن يأخذ سنين. فإحنا خلال السنين هذه في طلاب حيتخرج، فالطالب لازم يكون عنده فكرة عن من خلال ورش عمل وتنظيم المؤتمرات هاي يعرف كيف ممكن يتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة. نعم. واستخدام البيج داتا مثلا والإنترنت أوف ثينجز، ويشارك في مؤتمرات وأبحاث علمية. كمان شيء مهم برضو في الثورة الصينية الرابعة هي تقارب الديسيبلينرز أو التخصصات، بمعنى أنه ممكن كنا زمان نسمع بأنه كل تخصص يعني مجال، كل مجال له تخصصه، ولكن حاليا كل تخصصات كلها حتتقارب مع بعض باستخدام الثورة الصينية الرابعة. نعم. البزنس والإنجينير والآي تي كلهم ممكن يستخدموا تقنية المعلومات الحديثة من خلال الريسيرش، من خلال الأبحاث، من خلال المؤتمرات والورش عمل. نعم. دكتور علي، يعني اليوم لما نتكلم عن احتضان تعليمية شمال باطنة لحدث أو مؤتمر مثل هذا، أتوقع يمكن المديرية أو الوزارة التربية والتعليم بشكل عام بدأت منذ وقت مبكر بالتعامل مع التقنيات في مجال التعليم ومن خلال التعليم الإلكتروني وغيره. اليوم أنتم في مدارسكم، خلينا نتكلم يعني بشكل عام عن وزارة التربية والتعليم، كيف تعمل على غرس أيضا هذا المفهوم لدى النشأ أن نحن يجب أن ننتقل من التعليم التقليدي اللي تعودنا عليه إلى تعليم تقني من خلال الأساليب، من خلال المناهج، بحيث أن حتى عقلية هذا الطالب اليوم تتغير في البحث عن أسلوب التعليم؟ طبعا ثقافة التغيير والتطوير متأصلة في المؤسسة التعليمية داخل السلطنة. نعم. بدءا من متخذ القرار وإلى جهات التنفيذ في الحقل التربوي. نعم. وحقيقة بالنسبة للحقل التربوي فالجميع يعمل على التغيير والتطوير في أساليب وطرائق تدريس. نعم. وإدخال التقنية الحديثة، وكذلك سعت أيضا الوزارة بتغييرها للمناهج وإدخالها متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. نعم. في مناهجها، كما هو على سبيل المثال في منهج الصف السابع في مادة العلوم. نعم. وجدت وحدة خاصة بالريبوتات، وكذلك توفير الحقائب التدريبية في هذا المجال. نعم. فثقافة التغيير والتطوير كما ذكرت هي متأصلة وموجودة. أيضا الوزارة لتواكب هذه المرحلة أنشأت دائرة. نعم. وهي دائرة الابتكار ومستمرة في جوانب التطوير. نعم. اليوم أيضا يعني لما نتحدث عن مسابقات الروبوت التعليمي وغيرها والمعارض، نلاحظ أن طلابنا ليس على مستوى الجامعات، إنما حتى يبدأ هذا الفكر من المدارس. أنتوا أيضا فيها في التعليمية شمال الباطنة، كيف تعملون على تنمية هذه المهارات وتوجه عقول الأبناء نحو الابتكار، سواء من خلال ورش، معارض أو غيرها، أو مسابقات أو ما شابه يعني؟ احنا في شمال باطنة. نعم. خلال السنوات الأربع. نعم. الماضية أدخلنا الكثير من التطوير في العملية التعليمية، كإدخال الشاشات التعليمية. نعم. والسبورات التفاعلية والمناهج الإلكترونية التي أعدت أو التي أيضا أعدتها الوزارة، والتعليم الإلكتروني ومحتواه أصبح ممارسا. نعم. في الحصة الدراسية كذلك المديرية أنشأت مختبر للريبوت. نعم. وسعت في جميع مدارسها إلى تشكيل فريق ريبوت من كل مدرسة، وزودت المدارس بحقائب في مجال الريبوت
لتعليم الطلاب وتثقيفهم في هذا في هذه التقانة، فضلا عن قيام عديد من المدارس بإيجاد فصول دراسية للذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات كتقنيات النانو. ولله الحمد نحن راضون عما تسير به مدارسنا في التطوير نحو المستقبل. سعادتك، يعني الكلام اللي يقوله الدكتور علي فعلا يعني كلام يثلق الصدر عندما نحن يعني نسمع أن في توجه وفي عمل أساسا قائم بتهيئة البيئات التعليمية نحو الثورة الصناعية الرابعة، لكن عندما نتحدث عن هذا المؤتمر تحديدا ونتحدث أني أعلن عن مؤتمر دولي لاستقطاب كفاءات ومتحدثين ومشاركين من دول ربما تكون قد سبقتنا في هذا المجال وتأتي إلى السلطنة، أكيد هذه الدول تضع في اعتبارها، أني أريد أطلع على تجربة عمان، وأن عمان لو لم تكن يعني وضعت أرضية صلبة لما دعت كل هؤلاء ليقتربوا من هذه التجربة، فأنا أريد تعليقك على هذا الكلام. يعني نعم، هذه حقيقة يعني موضوع مهم جدا. اليوم أنت لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن العالم، ولا بد هذه الثورة قادمة وهي قائمة وليست قادمة فقط، ومعطياتها وأيضا على الأرض موجودة في كل الدول، وهناك سباق بين الدول في يعني التعامل مع كل مكونات وعناصر هذه الثورة في كل المجالات والتخصصات. وأعتقد أنه عندنا في السلطنة يعني مبادرات كثيرة في هذا الجانب، يعني نذكر لربما أمثلة عليها، يعني مبادرة ديوان براس سلطان فيما يتعلق بالاهتمام ببرنامج شباب والناشئ، هذا يركز تحديدا على إعطاء مهارات نوعية لمجموعة من الشباب العمانيين ومجموعة أيضا من الناشئة، بحيث أنهم يعني يستخلص منهم أو في النهاية أنه تكون هناك في مسابقة نوعية بينهم، بحيث انه وهذا ما حصل فعليا في المجموعه الاولى، يعني حقيقه مجموعه اختاروهم من يعني مجموعه من الشباب المتقدمين والناشئه 100 شخص، بحيث انهم يستكملوا دراساتهم ودورات متخصصه نوعيه داخل السلطنه وخارج السلطنه حتى يستطيعوا التعامل مع العناصر الثورة الصناعية الرابعة. فهذا جانب مهم جدا. الجانب الذي يقوم به أيضا الصندوق العماني للتكنولوجيا، الصندوق العماني للتكنولوجيا يقوم بتمويل الأشخاص الذين لديهم مبادرات أيضا تقنية مرتبطة بهذه الثورة بالصناعات الجديدة والتقنيات الحديثة. هناك أيضا الصندوق الوطني للتدريب له دور أيضا في هذا الجانب، وعناصر وأيضا مجموعة أخرى مثل الهيئة التقنية المعلومات تقوم بالدور من خلال مركز أساس مجلس البحث العلمي، أيضا لديه استراتيجية في هذا الجانب، وأيضا يقوم بدور أساسي مؤسسات التعليم العالي عندنا الآن متمثلة في جامعة سلطان قابوس، بعض الجامعات الأخرى والكليات، أيضا لكل من هذه المكونات لها أيضا مبادراتها ولها أيضا يعني جهودها في هذا الجانب. ولكن هل هذا يكفي؟ نقول لا، احنا محتاجين نطلع على تجارب الدول الاخرى. محتاجين نشوف تجارب الدول الاخرى. فهذا المؤتمر حقيقة يعطي كل هذه المكونات والعناصر اللي موجودة عندنا في داخل السلطنة ان تطلع ايضا على تجارب الدول الاخرى، ماذا يقومون به، الى اين وصلوا في هذه المجالات، كيف استطاعوا ان يتعاملوا مع هذه يعني المؤثرات الكثيرة وهذه التحديات، وكيف انعكست هذه الأمور كلها على المنظومة التعليمية وعلى التعليم، سواء كان التعليم ما قبل المدرسي أو المدرسي أو التعليم العالي، أو أيضا التعليم العالي فيما يتعلق بالتعليم الأكاديمي، أو أيضا في التعليم التقني والمهني. كل هذه الأمور حقيقة احنا محتاجين أن نطلع على تجارب الدول، وين وصلت هذه الدول، وكيف نستفيد من تجاربها، كيف نستفيد من الممارسات الفضلة في هذه الدول، وايضا يعني القدرات الوطنيه اللي موجوده عندنا هنا، سواء كان اكاديميين او مدرسين او مجتمع او طلاب، ايضا يسمعوا من هؤلاء الخبرات العالميه ويستفيدوا منهم ايضا ويعرضوا تجاربهم من ما شفنا اليوم. يعني قبل المؤتمر كان هناك في معرض، هذا المعرض اطلع عليه كل الحضور الموجودين سواء كان من داخل السلطنه او من خارج السلطنه، هذا يعطي فرصة أيضا لأبنائنا وبناتنا وجيلنا الحاضر أن يتواصل عند هذه الخبرات العالمية ويستفيد منها،
وكذلك القائمين على هذه المراكز وعلى هذه الأندية العلمية أن يتواصلوا مع هذه الخبرات العالمية ويستفيدوا منها وإثراء يعني هذه الجوانب. فأعتقد إقامة مؤتمر من هذا القبيل ووجود متحدثين ووجود خبرات من خارج السلطنة يعطينا الفرصة الكبيرة جدا لكل الأشخاص المهتمين على مستوى التخطيط على مستوى السياسات على المستوى التنفيذي أنهم يستفيدوا ويتكون هناك أيضا لقاءات بينية خلال هذه الفترة ثلاثة أيام أنه تبادل الأفكار والآراء في كثير من الأمور. وأعتقد أنه هذا فرصة سانحة لكل المهتمين بهذا الجانب، أيضا فرصة للطرف الآخر اللي هم جايين من مختلف دول العالم أنهم يطلعوا على التجربة يستمعوا ويطلعوا أيضا على مثل ما عرفت أنه كان هناك في زيارات لبعض المدارس لبعض المؤسسات التعليمية لبعض الخبرات اللي أتت من خارج السلطنة يوم أمس، وربما أيضا في قادم الأيام لهم بتكون زيارات أخرى هم اطلعوا على التجربة. أيضا من الجيد أنهم يكونوا يشوفوا إلى أي مدى يعني إحنا يعني مؤسساتنا التعليمية فعليا تتعامل مع هذه الثورة ومع هذه التقنيات الحديثة. فهذا الجانب أيضا نستفيد أيضا من خبراتهم توجهاتهم إرشادهم توجيههم، أيضا تكون هناك يعني أعتقد أنه فائدة حتى للناس القائمين على المنظومة التعليمية داخل المدارس وفي داخل المؤسسات التعليمية. نعم، وحديثك يعكس أن تعدد اليوم هذه الجهات اللي قائمة على فعلا تأسيس القاعدة الصلبة في السلطنة فيما يعنى بقطاع تقنية المعلومات وتهيئة البيئات للتوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة، يعني بخطى مدروسة ربما واثقة نقول، ولكن علينا في المستقبل أن نحسن الاستثمار. اليوم مثل ما ذكرت كثير من الشباب تنافسوا فيما يعنى بقطاعات الثورة الصناعية الرابعة وقدموا مشاريع كثيرة. اللجنة الوطنية للشباب تعمل في هذا الجانب مثل ما ذكرت، يعني الصندوق الوطني للتدريب، جوانب الابتكار، هيئة تقنية المعلومات، الكل يقدم في قطاعه، لكن أهمية استثمار منتجات هذه المبادرات فيما يعزز مكانتنا أيضا نحن في السلطنة في هذا المجال مستقبلا. دكتور شادي، سمعت يمكن من خلال الأستاذ علي ومن خلال سعادته يعني كثير من تفاصيل حول واقع السلطنة في التعامل مع يعني متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كيف تجد أهمية تبادل الخبرات اليوم عندنا ثلاث أيام في هذا المؤتمر؟ هل هي يعني فرصة كافية اليوم لنعقد شراكات بين القادمين من خارج السلطنة وأيضا الأخذ من هذه الخبرات سواء الدولية أو العربية في هذا الجانب؟ أعتقد أن هذا هو الحل أو هذا شيء مناسب جدا. نعم. وقت مناسب جدا للمشاركة والتعارف مع المختصين في هذا المجال من دول مختلفة لحتى يكون الخطوة القادمة لمؤتمر دولي بمشاركة أكثر من دولة في تحت مسمى الثورة الصناعية الرابعة. نعم. حتى يكون في الخبرات تكون مشتركة بين الدول. والتنظيم مؤتمر كان كتير جيد لأنه في أوراق بحث وفي متحدثين تكلموا بمختلف المجالات. هان شفنا معرض برضو في المؤتمر في سلطنة عمان، شفنا معرض في ابتكارات من الطلاب العمانيين، شيء كثير جيد وفي أجانب كثير حضروا وعجبهم كثير المعرض اللي نظموا المؤتمر. هاي ممكن يكون دافع للمستقبل، يكون تنظيم مؤتمرات مشتركة بين الدول انهم يعني يكون متقدمين في هذا المجال زي مثلا اليابان او ألمانيا او امريكا، قدموا كثير في تطبيقه في مجالات عدة. نعم. هل يعني كان من المهم ايضا ان يعني نؤسس لموضوع الشراكات من خلال اتفاقيات معينه بين مؤسسات التعليم العالي او غيره؟ اتوقع ان هذا المؤتمر هو يعني باكوره نقول في مؤتمرات من هذا النوع، لكن سيفتح مثل هذه المقترحات يعني. صحيح. نعم. صحيح. هو اول شيء حتى تنفيذ او تطبيق الثوره السنه الرابعه في مؤسسات تعليميه بيكون كبدايه هو تنظيم مؤتمر. نعم. هذا اول ستيج. او في اي مؤسسه في اي دوله، حتى في انا عندي خبره في مثلا في ماليزيا والتعليم في ماليزيا هم بدوا بشيء اسمه سمارت سيتي او في مدينه اسمها سايبر جايا، كان يتوقع ان ينجزوها انه يعمل فول انتر كونكشنز مع الديفايسز
انترنت اوف ثينكس كبدايه. وطبعا هذا كان يعكس المدينه الصناعيه، يعكس التعليم في ماليزيا، وأعتقد دول الخليج ومن بينهم سلطة عمان ما عندهم برضو مجال كبير وواسع في عمان. في ماليزيا أنا كنت ألتقي بعض الخبراء ويتكلموا على مشاركاتهم في مؤتمرات في عمان، والعمانيين كانوا يحضروا في ماليزيا بمشاركات وأبحاث في جامعات كثيرة في ماليزيا. في مجال التقنية الحديثة، فممكن يكون مثلا دول زي مثلا عمان مشاركة مع ماليزيا أو مشاركة مثلا مع دول زي اليابان، تكوين مؤتمر لتطوير المناهج التعليمية في في المستقبل القريب إن شاء الله. دكتور علي، يعني ننظر إلى هذا المؤتمر في 3 أيام، يعني من خلال أوراق عمل متعددة، ورش متنوعة، أيضا معرض مصاحب، لكن أكيد أنتم كلجنة منظمة قائمين على هذا المؤتمر كانت لكم رؤية فيما بعد هذا المؤتمر، ما الذي ينتظر أن يخرج به هذا المؤتمر بعد هذه 3 أيام؟ طبعا كجهة منظمة لهذا المؤتمر هدفنا الأساسي خلق ثقافة جديدة لدى العاملين في الحقل التربوي، وأعتقد أنها الرسالة وصلت والفكرة استوعبت، والمؤتمر سيكون منارة ويرسم مسار التغيير والتطوير الذي يجب أن نسير عليه. وتوصيات المؤتمر بإذن الله ستكون واقع عملي يمارس في الميدان، خاصة أن التطوير المنشود لا يعتمد على جوانب تتطلب إمكانيات مادية نعجز عن توفيرها، وإنما يتطلب إرادة للتغيير من قبل القائمين على العملية التعليمية. فإذا وجدت إرادة التغيير فالتغيير سيتحقق. وأيضا المهارة والكفاءة، اليوم كل ما يقدم ومرتبط ب يعني توجهات الثورة الصناعية الرابعة يعكس أن في مهارة، في ابتكار، في قدرة لدى الفرد اللي يدخل ضمن هذه المنظومة، وبالتالي أن فعلا هناك توجه نحو التغيير المستقبلي في قطاع التعليم. أكيد، لأنه الآن معظم أوراق العمل المقدمة هي من الحقل التربوي. فإذا الحقل التربوي استوعب متطلبات المرحلة وهو يعمل جاهدا لمواكبتها. التغيير بإذن الله سيتحقق. وما أريد أن أشير عليه استكمالا لما ذكرت من جهود المحافظة في مجال التطوير، طبعا نحن لدينا مجموعة من فرق الريبوت شاركت في مسابقات دولية خارج السلطنة وحققت مراكز متقدمة. كانت آخر مشاركة لنا الأسبوع الماضي في دولة الكويت، شاركت المحافظة بفريقين، والله الحمد يعني فمشاركاتنا مستمرة دولية، والهدف من هذه المشاركات أن نقيس تقدمنا وما وصلنا إليه مقارنة بالدول الأخرى. كذلك أيضا من خلال تواجد الخبراء الدوليين المشاركين معنا في هذا المؤتمر، أردنا أن نعمم الاستفادة وأن نطلعهم على واقع مدارسنا. فتم زيارة عدد من مدارس المحافظة، اطلعوا على ما بهذه المدارس من إمكانيات، والتقوا أيضا بالطلاب والمعلمين، وخرجوا بانطباع جيد. يعني فالحمد لله يعني على هذا الانطباع وعلى ما أعطينا من تغذية راجعة من قبلهم، وهذا يدفعنا إلى مواصلة المسير بإذن الله. وأتوقع التوصيات اليوم كفيلة أنها ترسم لنا مسار، يعني كل ورقة لو خرجت بتوصية سيكون لدينا 100 توصية، فكل هذه التوصيات لو بالورق وجمعت
يعني إعداد أيضا استراتيجية ومنظومة يعني التوجه بتغيير ما يعنى بالتعليم ومتطلبات هذه الثورة، راح تكون كفيلة هذه التوصيات بهذا التغيير إن شاء الله. سعادتك، ما الذي نحتاجه أو يحتاجه قطاع التعليم في السلطنة وإحنا نتكلم دائما عن التسارع والتغيير ونقرنهما بالثورة الصناعية الرابعة لفعلا نلاحق بهذا الركب في قطاع التقنيات؟ نعم، أنا مثل ما ذكرت في البداية أنه الدولة الآن تؤسس لي يعني رؤية عمان 2040، وتحت هذه الرؤية يعني استراتيجية قطاعية من ضمنها استراتيجية التعليم. وأعتقد أنه هذا المؤتمر أتى أيضا في موعده، بمعنى أنه الاستراتيجية الوطنية للتعليم هي تستشرف المستقبل وتستشرف أيضا ما نريد أن نرى عليه التعليم خلال الفترة القادمة. المتغيرات والمعطيات ستستمر موجودة، والتحديات أيضا ستستمر موجودة، ولكن علينا أن نعتمد على الإنسان. الإنسان هو العنصر الأساسي في عملية التغيير والتطوير، وبناء ثقافة بين المهتمين والمختصين بالتعليم وأيضا بمؤسسات التعليم أعتقد أنه مهم جدا، والوصول إليهم بهذه الطريقة وأيضا بطريقة منظمة وعلمية، وتأصيل هذا الجانب مهم جدا. فأعتقد أنه من خلال هذا المؤتمر ومن خلال أيضا السياسات التي ترسم للمنظومة التعليمية خلال الفترة القادمة، هذا المؤتمر ومعطياته أيضا سيؤسس للمزيد من الاهتمام بالتقنية الحديثة، المزيد من الاهتمام بإدماج هذه المعطيات المتعلقة بالتقنيات وبالثورة الصناعية الرابعة في بناء القدرات الوطنية، سواء كان معلمين أو مشرفين أو أعضاء تدريس مؤسسات التعليم العالي أو إداريين أيضا، لأنه لابد من بناء الإنسان قبل كل شيء. وبعد ذلك أيضا لابد من الاهتمام المتسارع في تطوير البرامج والتخصصات المقدمة في التعليم العالي، وكذلك أيضا إدخال كل هذه الأمور فيما يتعلق بالمناهج التعليمية. أيضا الاهتمام بالطالب، الطالب الآن المعارف موجودة في كل مكان، بإمكانه من خلال حتى التلفون المحمول عنده أو الهاتف المحمول في يده اللي نشتريه لربما بأغلى ثمن حاله، أن نوجهه للاستعمال الأمثل لهذه التقنيات، سواء كان هواتف نقالة أو سواء كان آيباد أو أي نوع من التقنيات، أن نوجه أبنائنا وبناتنا الجيل الحالي أن يستثمروا. هناك معارف يعني هائلة جدا موجودة ممكن أن نستقيها من خلال هذه التقنيات. كذلك المدرسين وأعضاء التدريس وأيضا القائمين على المنظومة التعليمية والآخرين أيضا. بالنسبة للمعارف الآن يعني المعرفة متاحة في كل مكان، علينا أيضا أن نهتم بالجانب المهاري، هذا هو المهم عندنا الآن. الجانب المهاري مهم في غرسه أيضا القيم في أبنائنا وفي بناتنا، حتى يكونوا أيضا قادرين على التكيف عند المتغيرات القادمة في القطاعات المختلفة، حتى يستطيعوا أن يتكيفوا. اليوم أنت يعني تعطى طالب تخصص أو برنامج معين لمدة 4-5 سنوات، بعد ما يوصل لسنة التخرج هو يكون خلاص يعني، فنفترض أنه يكون التجديد والتحديث والاطلاع على كل ما هو حديث يعني مستمر بشكل، إذا ما كان بشكل يومي، لأن هناك التطورات متسارعة. فلا بد أيضا أبنائنا وبناتنا في المؤسسات التعليمية يكونوا الأعضاء التدريس ويكونوا قائمين على المنظومة التعليمية قادرين على توجيههم التوجيه الصحيح لاكتساب المهارات النوعية. وأيضا لا بد من وجود هذا الترابط والتنسيق مع أيضا بين الجانب الأكاديمي والتربوي والتعليمي وأيضا الجانب الاقتصادي والجانب الأعمال، بحيث أنه تكون هناك في شراكة حقيقية في بناء المناهج التعليمية، بناء البرامج التعليمية والتخصصات تحديثها وتطويرها بشكل مستمر، وكذلك وجود أيضا القائمين على الصناعة والإنتاج وغيرها في مؤسسات التعليمية، سواء كان في الجانب البحثي أو في الجانب التعليمي، بحيث أنه يكون هناك في تكامل، وأيضا إتاحة الفرص للتدريب لأبنائنا داخل هذه المؤسسات، التدريب الحقيقي النوعي الذي يحتاجون إليه لاكتساب المهارات المطلوبة. الآن مهارات المطلوبة هائلة ومتغيرة ومتنوعة ومتعددة، فيحتاج باستمرار أنه يكونوا
يمارسوا هذه في الميدان في الواقع الفعلي. فنتمنى انه هذا التنسيق وهذا يعني التكامل يكون موجود بين كل المؤسسات سواء كانت تعليميه او اقتصاديه او ايضا بحثيه، بحيث انه نستطيع الوصول للغايات لتطوير المنظومه التعليميه من جميع عناصرها وفي جميع مكوناتها. احنا طبعا الساعة مرت سريعة بحضوركم بهذا النقاش الثري، نتقدم لكم في ختام هذا اللقاء بجزيل الشكر الدكتور علي الحراسي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لك وشكرا لكل الإخوة المستمعين. نعم، والشكر كذلك سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، شكرا لك. شكرا أختي أمان، وشكرا أيضا للمستمعين الكرام، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الشكر لك دكتور شادي مازن حلس أستاذ مشارك في كلية الحاسب وتقنية معلومات بجامعة المدينة العالمية بماليزيا، شكرا شرفنا. شكرا لكم وشكرا لكل المنظمين في المؤتمر، وشكرا لسلطة عمان لاستضافة لي لهذا المؤتمر، شكرا. مستمعينا احنا لنا وقفات ايضا حول تفاصيل جديدة في هذا المؤتمر، تابعونا ان شاء الله في مطلع ساعتنا الثانية. حياكم الله مستمعينا الكرام، وساعة جديدة تجمعنا بكم من هنا من ولاية صحار، حيث مقر انعقاد المؤتمر الدولي الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على التعليم الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة شمال الباطنة. تحدثنا في ساعتنا الأولى عن كثير من التفاصيل من قبل ضيوفنا الذين كانوا يمثلون اللجنة المنظمة والمتحدثين أيضا الرئيسيين في هذا المؤتمر. لنا محطة جديدة ونتحدث عن الأنشطة المصاحبة للمؤتمر والتي يمثل أبرزها المعرض. هناك معرض علمي يقيم على هامش هذا المؤتمر يعرض كثير من الجوانب العلمية كأيضا جانب حرصت عليه اللجنة المنظمة. سنتعرف على تفاصيل هذا المعرض من خلال ضيفنا في الدقائق القادمة الأستاذ محمد بن علي العجمي رئيس قسم الشبكات بالمديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة وهو عضو اللجنة المنظمة لهذا المعرض. مساء الخير. مساء الخير أخت ليلى، حياك الله. وتضعنا على تفاصيل المعرض العلمي لهذا المؤتمر وما هي أهمية إقامته على هامش المؤتمر. كما تعرفون يعني المعرض له أهمية بارزة تبرز بإبراز التقنيات الثورة الرابعة. نعم. الصناعية الرابعة مثل الروبوت والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. نعم. ولو أهمية أيضا أنك تخلي المشارك يعني يلامس هذه. نعم. الأجهزة بشكل يعني مباشر. نعم. وأيضا يطلع على بعض المشاريع والابتكارات اللي حقيقة تشرفنا إحنا بالاطلاع عليها اللي هي ساهمت بها بعض المؤسسات اللي معنا المؤسسات التعليمية والمدارس. نعم. ما هي أبرز يعني الجوانب اللي يتضمنها؟ أكيد كثير من التقنيات يعرضها هذا المعرض من خلال الأجنحة الموجودة فيه، نتعرف على أبرز هذه التقنيات اللي تواجدت في المعرض. حقيقة في يعني عدة مثل ما ذكرت عدة يعني تقنيات. نعم. معروضة ابتداء بالروبوت. نعم. الروبوت حتى احنا شاركنا يعني بالمؤتمر بالافتتاح المعرض عن طريق روبوت. نعم. يعني حتى الافتتاح صار كأنه يواكب الثورة. جميل. ايضا هنالك عرض للواقع الافتراضي. نعم. يعني هنالك حتى مدرسة افتراضية يمكن ان الزائر للمعرض يلبس عبارة عن نظارة تحاكي الواقع الافتراضي ويشوف. نعم. حتى مدرسة افتراضية. ايضا هنالك الاتصال الذكي، يعني في احدى الشركات مثل شركه سيسكو وهي شركه معروفه في عالم التقنيه قدمت اتصال ذكي، يعني حتى ممكن احنا نعالج مشكله الانترنت، بنقول عندنا اذا كان عندنا مشكله انترنت في المناطق بعض المناطق الجغرافيه. نعم. في عباره عن شاشه ذكيه ممكن انها تتعرف على الطلاب على وجوههم وهي راح تنظم للمدرس طريقة التدريس وكذا والمحتوى اللي هو ممكن يضيفه لهذه الشاشات. أيضا هناك المعالجات لبعض يعني في عدة مشاريع طرحت معالجات. نعم. في موضوع الزراعة، التلوث، البيئة، التلوث البحري، كثير من المشاريع حقيقة أبرزها هذا المعرض. نعم. يمكن أستاذ محمد أنا يمكن دخلت المعرض ولاحظت أن فئات عمرية موجودة متنوعة، في طلاب مدارس وفي يعني طلاب مؤسسات تعليم عالي،
فلاحظت يعني ان في ايضا توجه ان ما جمعته فقط اللي هم فئه يعني طلاب المدارس ركزت عليهم، خلينا نشير الى اهم الفئات اللي شاركت في هذا المعرض ولماذا هذا التنوع ايضا في الفئات؟ اكيد انتم كلجنه منظمه لكم هدف من هذا الموضوع. بالفعل مثل ما تفضلت هنالك تنوع موجود، احنا سعينا ان نحن نظهر الثورة أو تقنيات الثورة من عدة جوانب. نعم. مثل ما ذكرت لشمالك مساهمات من شركات، يعني ساهمت فيها عبارة عن شركات، عبارة عن مؤسسات تعليمية مثل. نعم. ما تفضلتي هذا التنوع احنا وش ايضا لان ارتئينا ان ايضا الزوار راح يكونوا متنوعين. صحيح. يعني في بعض يمكن باحثين، في بعضهم يمكن طلاب مدارس، فبالفعل في مشاركات لمشاريع طلاب، يعني احنا ارتئينا ان ايضا الطلبة يكون لهم دور. نعم. اليوم هذا فرصة ان الزائر او الناس يتعرفوا على مشاريعنا، مشاريعنا التعليمية. نعم. لان الجانب النظري خلنا نقول ما كثير يظهر التقنيات وكذا، بالعكس لما اليوم يكون عندنا معرض يظهر هذه المشاريع التقنية. نعم. الخاصة بالمؤسسات التعليمية انا اشوفها فرصة جدا ممتازة، هي دعم وايضا هو. نعم. تعزيز. واليوم انتوا ايضا يعني كأنكم يعني أوجدتوا بيئة شراكة اليوم طالب المدرسة بمشروعه البسيط الصغير بيعبر عن فكرة موجودة، طلاب مؤسسات التعليمي والجامعات موجودة، الشركات موجودة، فاليوم حتى الطالب هذا تعطوه مزيد من الثقة إنه هذه، وأيضا الشركة تفتح ذهنها على أن طلابنا لديهم إبداعات وابتكارات، فبالتالي بإمكانه مستقبلا هذه المؤسسات وهذه الشركات هي اللي تحتضن هؤلاء الطلاب. فبالفعل أنا لفت انتباهي هذا الجانب وما أعرف يمكن يكون أحد توجهاتكم أيضا. نعم بالفعل هذا. نعم. اللي احنا ارتئينا أيضا هو مثل ما احنا نزرع ثقة اليوم للطالب وأيضا نفتح مجال أو رؤية للشركات بحيث أنهم ينظروا للمؤسسات التعليمية. نعم. اليوم هذه المؤسسات محتاجة أيضا من يتبنيها، يتبني المشاريع. نعم. تعرف اليوم الطالب يمكن يعد مشروع سواء إذا كان فكرة يعني جدا متطورة بس راح يمكن يفتقر للخامات. صحيح. اللي ممكن ينفذ عليها مشروع. اليوم هذا التقارب أو هذا المزيج اللي موجود في المعرض بادرة جدا ممتازة. لكن أستاذ محمد اليوم هذا المعرض موجود لكن أنتوا بشكل عام يعني كبيئة تقنية ومشرفة أيضا على المشاريع التقنية وتوجهات الثورة الصناعية الرابعة، كيف تعملوا على تسويق الأفكار الطلابية وأفكار المعلمين يمكن في البيئات المدرسية نحو الخارج؟ كيف تعرفوا المجتمع على هذه الأفكار في الأوقات العادية؟ نحن اليوم في المؤتمر عملنا معرض لكن في غير المؤتمر يعني. لا تنسي أن هناك في تنسيق أيضا حول عمل ورش. نعم. احنا اليوم في الورش اللي ننفذها نجيب هذه المشاريع نجيبها معانا، ايضا احنا نستقطب اصلا طلاب المدارس في عملية التدريب، احنا ندربهم. نعم. اليوم لما يجوا لمؤسساتنا يطلعوا على مدارسنا هذا هو وحده، هذا جانب من التسويق ايضا. نعم. بالعكس ايضا احنا يعني بشكل غير مباشر يمكن احنا نطلع على نقوم بزيارات نطلع على هذه المشاريع. نعم. نعرف بها ايضا الجمهور. كل ما دار الحين اليوم بالمعرض احنا راح نعده كمحتوى. نعم. بعدين راح نرسله لمدارسنا بحيث انهم يطلعوا على هذه المشاريع. نعم. ويمكن انتم ايضا يعني من خلال الزيارات الميدانية اللي عرفتوا فيها بالامس بعض الوفود اللي وصلت الى السلطنة. نعم. يمكن هذا ايضا نوع من التسويق والتعريف ان فعلا طلابنا اليوم قادرين ولديهم ابتكارات ونحن اليوم حاضرين لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال يعني أقل الأعمار عندنا اليوم طلاب المدارس هم اللي متفاعلين أكثر يمكن. حتى أنا ممكن أذكرلش هنا في مشاركة فردية في المعرض. نعم. يعني لطالب يمكن في المرحلة الابتدائية. نعم. ما شاء الله عنده مشروع لبيت ذكي. نعم. يعني ما شاء الله هذا الطالب اليوم يتصدى لجمهور إنه يشرح له عن المشروع. نعم. هذا. صحيح. جدا ممتاز. ومثل ما تفضلتي هناك في تنسيق حول إيجاد عمل زيارات ونفذنا بالأمس يعني زيارة. نعم. يعني هذا شيء من الدعم اللي احنا نقدمه لهذه المشاريع لأن بالفعل مثل ما ذكرت أي مشروع أو أي فكرة إذا ما سوقتها راح تبقى في إطار المؤسسة نفسها أو إطار الشخص نفسه. نعم. محتاجة إلى تسويق، محتاجة إلى تحليل، إلى دراسة وتطوير. وطبيعي يعني واليوم نحن ما ممكن أيضا يعني نطالب في المقابل أولياء الأمور والطلاب أنكم لازم تغيروا لازم توجهوا أفكاركم، لكن في المقابل إحنا لازم أيضا كجهات حاضنة أن فعلا نقدم هذه الأفكار وهؤلاء الأشخاص بطريقة تناسب عطائهم واشتغالهم على أنفسهم مع يعني مواكبة هذا التطور التقني. المؤتمر جاء أنه. نعم. يواكب هذا الشيء أنه. نعم. يحقق لهذه الفئة هذا الشيء. إحنا اليوم في المؤتمر أو المعرض
حنحقق هذا الشيء ولو شيء بسيط. نعم. اليوم استقطبنا عدد من المشاريع حقيقة جدا مشاريع ممتازة أنا لاحظتها سواء اللي هي من جامعة سلطان قابوس أو حتى من جامعة سحار. نعم. ونشكرهم حقيقة على مشاركتهم. نعم. وإحنا أيضا نشكرك الأستاذ محمد بن علي العجمي عضو اللجنة المنظمة للمعرض المصاحب للمؤتمر، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة ويعطيكم العافية وكل التوفيق. الله يعافيكم ومشكورين على هذه الاستضافة الطيبة. نعم. الله يخليكم. مستمعينا احنا ايضا لنا وقفة مع المشاركين ومقدمي اوراق العمل في هذا المؤتمر، ولكن بعد هذا الفاصل. يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، ونجدد الترحيب فيكم من ولاية صحار. مثل ما سمعتوا في بداية هذه الحلقة احنا متواجدين هنا لتغطية فعاليات المؤتمر الدولي الثورة الصناعية الرابعة واثرها على التعليم. في محطاتنا السابقة كان لنا ضيوف مختلفين في تفاصيل متنوعة، نصل إلى محطتنا الأخيرة في حلقة اليوم ومع المشاركين في هذا المؤتمر. نرحب بضيوفي في هذه المحطة، الأستاذة مشاعل بنت عوض الصيعرية محاضرة بالكلية التقنية بصلالة. مساء الخير. يا هلا، مساء النور. وأيضا أرحب بالدكتور نايف لافي المطيري من دولة الكويت، باحث في الإدارة التربوية. مساك الله بالخير وحياك الله في عمان. مساء الخير والساعة المباركة طال عمرك. نعم أستاذة مشاعل، يعني متواجدة في هذا المؤتمر كمشاركة ومقدمة لورقة عمل. قبل أن ندخل في تفاصيل ورقة العمل، نتحدث عن طبيعة المشاركة وكيف تنظري إلى أهمية وجود هذه المؤتمرات. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على التعليم يعتبر من المؤتمرات المهمة، خاصة حاليا موضوع الثورة الصناعية الرابعة هي من أهم المواضيع الحديثة التي تشغل أغلب مؤسسات التعليمية سواء كان التعليم العالي أو التعليم العام. بالنسبة لهذا المؤتمر أنا أعتبره يعني فعلا إضافة مثمرة، أضاف لنا كثير في مجال الثورة الصناعية الرابعة، أعطانا رؤية عن توجهات الوزارة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي في مجال الثورة الصناعية الرابعة. كذلك المؤتمر غطى بعض الأمور مثل أهم الوظائف والتخصصات المطلوبة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، اللي هو هذا موضوع مهم من أجل طلابنا نعرف إيش هي التخصصات اللي يفترض يتوجهوا إليها في المستقبل. نعم جميل. يمكن هي الجلسة الرئيسية الأولى كذا فتحت الذهن لكل الموجودين. صحيح. عملت مثل عصف أن هذا الواقع الموجود عندنا، هذه النقاط الأساسية اللي موجودة في السلطنة، وبعدها ننطلق إلى التفاصيل الداخلية في هذا الموضوع. دكتور نايف، جيت من دولة الكويت كمشارك ونرحب فيك مجددا في السلطنة وفي مشاركتك في هذا المؤتمر، وأيضا أخذ نظرتك لأهمية وجود مثل هذه المؤتمرات اليوم والحديث يعني يكثر عن الثورة الصناعية الرابعة. ربما البعض يعني يسمع المصطلح ولا يعرف التفاصيل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. بداية نشكركم على هذا اللقاء. نعم. وإن شاء الله نكون إضافة قيمة لإخواننا المستمعين. نعم. طبعا أنا بالمؤتمر أنا قاعد يمكن اليوم أول يوم لي قاعد أشاهد شيء جميل. نعم. شيء جبار، شيء فيه إبداع عماني، يعني شيء جميل يجملنا حنا كخليجيين، لهذا نحن حرصنا أن نشارك في هذا المؤتمر. أنا حرصت يمكن أن أقدم ورقتي عن القيم الأخلاقية في الثورة الصناعية. إحنا عندنا ثورة صناعية جميلة وقاعد نستثمر المواد وكذا، لكن عندنا أزمة، أزمة قيم. نعم. يمكن دكتور يعني البعض كذا يتوقف عند ورقة عملك القيم، كل الكل يتكلم في موضوع الثورة عن الابتكار والإبداع والتقنية والأسلوب، وغيب موضوع مصطلح القيم. لماذا القيم تركز عليها في هذه الورقة؟ أنا ركزت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل المدينة المنورة. نعم. عمل إيه؟ آخى بين الأنصار والمهاجرين، حط المحبة بين المهاجرين والأنصار. نعم. لهذا إذا كانت عندنا ثورة صناعية، قبل أن نبدأ بالتكنولوجيا علينا أن نبدأ بالإنسان. نحن. نعم. نحتاج الإنسان قبل أن نحتاج الآلة. نعم. لهذا إذا كانت عندي آلة لكن ما عندي إنسان صادق فما راح تمشي هذه الآلة. إذا. نعم. كانت عندي آلة وما عندي شخص أمين يقدر يستثمر في هذه الآلة راح تكون عندي مشكلة. لهذا نحن نبحث عن القيم، قيم الأخلاق الإسلامية اللي حث عليها ديننا، وبما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. لهذا نحن حريصين فعلا على هذه القيم. القيم كثيرة يعني. نعم. والأسف أن كثرة الكتب، يعني حنا الآن ما نحتاج كتب، نحتاج أن نقرس ونزرع القيم في أبنائنا. نعم. ما نحتاج يعني يمكن آلاف بل يعني مئات الألوف من الكتب
التي تعزز مفهوم القيم. ويمكن دكتور يعني اليوم الواحد كذا يدل على التطور والتقدم اني انا اشتري ايباد او جهاز نقال لابني واعطيه وما اسال عن التفاصيل، ما اهتميت بالجانب الاجتماعي في هذه القضيه وتركنا الابن على الحبل والجارب. نعم. راح وهو ما يحس بنفسه، لهذا بعض الاسر تفككت بسبه هذا الايباد او سبه هذا الجهاز. نعم. التليفون، لهذا يعني بعض الاسر تفككت وصارت مشاكل كثير من الاسر بسبه هذه التقنيه. لهذا نحن نحتاج القيم، نحتاج ان نزرع. نعم انا اعطي ابني هذا الجهاز، لكن انا قبل لا اعطيه انا قيمت عنده الثقه، قيمت عنده الامانه، قيمت عنده الصدق، قيمت عنده معاني جميله يقدر يدير هذا الجهاز. نعم. الجهاز اذا انت ما درته يديرك صحيح راح ياخذك. يعني انا مساء قاعد اسولف ويا راعي التاكسي جاي من المطار، قاعد اسولف من الواتساب، اخذنا من اهالينا في البيت. صحيح. قاعد نجلس، الام بصوب والابن بصوب والبنت فوق قاعده، ما في شيء يجمعنا الا الواتساب. لهذا اذا ما حنا قدرنا نسيطر على هذه التقنيه فاكيد التقنيه راح تاخذنا لمدى بعيد. نعم. وراح نتفكك. لذلك احنا قاعد نشوف، يعني انا اقيس بالنسبه بلدي الكويت، نسبه الطلاق يعني كثرت. نعم. سبة التقنية الحديثة اللي صارت سناب شات والواتسابات كثرت من أحد أسبابها قالوا التقنية الحديثة. نعم. لهذا نحن لازم مثل ما احنا حريصين على هذه التكنولوجيا الهائلة، نحتاج أيضا إلى نزرع في أبنائنا هذه الخير. نعم. ومهم جدا اللي تذكره دكتور، يمكن احنا ما نريد نطلع عن موضوع المؤتمر، لكن جميل أن نوقف على هذه النقطة، احنا نريد نستفيد من هذه التقنية. إذا نحن أيضا نمشي بخطى متوازية بين التقنية ومتطلباتها وبين احنا مجتمعنا وعاداتنا وقيمنا، كيف ممكن نوظف كل هذا في تحقيق أهدافنا المستقبلية، ما نخرج وننجرف وراء متطلباتها وننسى أن في قواعد وثوابت ننطلق منها. أحسنت اختي، هي قيم بلا ثورة ما راح تمشي، ثورة بلا قيم ما راح تمشي، فهم عنصرين ماشيين على قولتهم بخط واحد. نعم. نرجع للأستاذة مشاعل وتحدثينا طبعا لك ورقة عمل في هذا المؤتمر، نتحدث عن عنوانها وأيضا ما هي المعالجات اللي تقدمها ضمن موضوع هذا المؤتمر. ورقة عملي كانت بعنوان مستقبل التخصصات والمهن في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان. هي كانت دراسة تحليلية عن التقارير العالمية اللي صدرت في مجال مستقبل الوظائف. نعم. بالنسبة لورقة العمل في البداية تطرقت عن التقارير، نتائج التقارير العالمية المتعلقة بمستقبل الوظائف والمهارات على المستوى العالمي. بعدين تطرقت إلى مستقبل الوظائف في مجال إقليمي في مجال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثم تكلمت بالتحديد عن سلطنة عمان، أهم النتائج التي جاءت من مختلف التقارير عن مستقبل الوظائف، المهارات، التخصصات المطلوبة في عصر الثورة الصناعية الرابعة. كذلك في ورقة العمل يعني تكلمت عن المهارات، يعني أكثر المهارات، يعني تعرفين الحين مع الثورة الصناعية الرابعة في كثير من المهارات الجديدة التي نشأت، اللي يجب على كل طلابنا من مختلف المستويات أن يكون عليهم عندهم إطلاع على هذه المهارات. وفي قلق أيضا، يعني البعض لما يتكلم عن الثورة الصناعية يقول هذه راح تحول كل المهن إلى تقنية، وبالتالي إحنا ما نحتاج بعدها لموظفين ولعاملين، ونحن عندنا تكدس في الخريجين وفي الباحثين، فهذا أيضا يعني يطرح لهم استفهامات كثيرة في ذهنهم، فأتوقع أن في جانب آخر فعلا ترى في الدراسة تطرقت إلى نتائج التقارير، يعني لما نشوف نتائج التقارير هذه العالمية نلاحظ أنه فعلا في توجه كبير إلى استبدال الوظائف البشرية بالعمل الآلي، خاصة الوظائف الروتينية. فالمهم كان من توصيات ورقة العمل إنه كيف ممكن نحل هذه المشكلة، كيف إنه ممكن نكسب الموارد البشرية سواء كان طلاب أو غيرهم في جميع القطاعات، كيف نكسبهم المهارات اللي تساعدهم على إنهم يستمروا في العمل في الوظيفة. نعم. وتهيئوا للوظائف الجديدة. نعم. هو هنا الاستثمار دائما يعول إن نستثمر في البشر، وبالتالي كل ما استثمرنا فيهم واكبنا التطورات إحنا جعل يعني خلينا حاجتنا إلهم ثابتة، ما ممكن فعلا نستغني عنهم مع وجود تقنية جديدة. نرجع لك دكتور نايف ونتحدث عن الجوانب اللي طرحتها ورقة العمل أيضا فيما يخص القيم والثورة الصناعية الرابعة. طبعا بالجوانب أنا راح أتحدث في ورقتي عن كذا جانب. نعم. أحد الجوانب اللي قالتها يمكن أختي مشاعل أن إذا الناس راحت لهذه الثورة. نعم. راح تنتشر البطالة، إذا انتشرت البطالة شو اللي راح يصير؟ راح ينتشر الفساد. نعم. إذا انتشر الفساد شو بيصير؟ راح تنتشر السرقة والمشاكل الأخلاقية راح تزيد. لهذا نحن نحتاج مثل ما قلت في البداية إلى أن نزرع هذه القيم في أبنائنا.
كيف ننشر؟ أنا يمكن ورقتي حرصت أني أوجه أن حنا أغلب الموجودين يمكن لهم في القطاع التعليمي. نعم. شلون ننشر هذه القيم في أبنائنا الطلبة؟ حنا نعم. بالفصول الدراسية أنا ما أحتاج معلم ملقن، التلقين انتهى. صحيح. أحتاج معلم يغرس المفاهيم القيمة في أبنائنا الطلبة. ما أبي مثلا لو قلت أي مواضيع من اللي ممكن راح أتكلم عنها، لو قلت مفهوم التواضع، مو معقول يجي معلم 90% أو 100% يشرح لي بالصف التواضع، من تواضع لله رفعه، إنما كذا كذا، يعطيني جانب نظري. في المقابل أول ما يطلع تلقينا يمكن يقل أدب مع الفراش الصف. أنا كل اللي سواه برمال، لذلك نحن نحتاج جانب عملي تطبيقي. ما نحتاج التلقين، التلقين أنا شبهه مثل كأس الماي، فتصبينه بعد الاختبار تلقين الولد كبر، فتلقين الأخلاق كلها شنو تصير؟ تنكب بعد الاختبار. الصدق وين راح بعد الاختبار؟ التواضع وين راح؟ الصبر وين راح؟ المحبة وين راحت؟ كلها راحت بعد الاختبار، لأن حنا اشتغلنا تلقين. صحيح. هذه مشكلتنا حنا الآن. أنا ممكن أنا رفعت راية في الكويت، وإن شاء الله برفع راية في عمان، لا للتلقين، انتهى عصر التلقين، نحتاج ويمكن التطبيق. هذا فعلا يعني دكتور كلامك متحقق. اليوم كثير يعني من الجوانب اللي يشتغل عليها المعلم في المدارس قائمة على الجوانب العملية وعلى ضرب الأمثلة وعلى ربط الطالب بالواقع. ونحن يمكن اليوم لما ما نخرج يعني عن موضوع مؤتمرنا اللي هو الثورة الصناعية الرابعة، دائما قائمة لا تلقين، يعني هذه ما فيها خلاص، ما فيها خيارات، إن هذا الموضوع محذوف من القائمة، وبالتالي احنا معنا العمل على اكساب المهارات ويعني توجيه حتى عقلية الطالب الى الشيء الجديد، واي فكرة، اي فكرة انا اريدها انا احققها من خلال يعني هذا الطالب اهيئة ذهنيا في البداية انه يتقبلها. احسنتي، بس انا ممكن انا جدا واقعي. نعم. انا انقلكم تجربتي في الكويت، والكويت ما هي بعيدة عن عمان. اصحاب القيادة التعليمية والادارة التعليمية لديهم هذه الرغبة. نعم. لكن ميدانيا خلنا ننزل المدارس. يعني أنا من الناس أنزل مدارس كثير وألقي محاضرات المدارس، الواقع بعيد جدا 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 عن اللي قاعد نقوله. لذلك حنا أول ما أبدأ بالثورة الصناعية أنا أحتاج أني أصنع هذا الإنسان. الإنسان منه اللي هو المعلم. إذا ما كان المعلم مهيئ لهذه الثورة الصناعية، الثورة الصناعية ما راح تفيدني. لذلك أنا جاي ورقتي قبل أن أبدأ في الثورة الصناعية، أنا أحتاج من يقود هذه الثورة الصناعية. نعم. إذا الثورة الصناعية إذا معلم مجاهز مؤسس أساس سليم. صحيح. وحدة على وحدة، لأنه هو المعول عليه في النهاية، لأنه هو اللي راح يخرج لي المنتج، وهذا اللي ناقشوه في أوراق العمل اليوم. نعم. إنه المعلم فعلا له دور أساسي في الثورة الصناعية الرابعة. لا. كيف المعلم، قيم المعلم، كيف استعدادية المعلم للثورة الصناعية الرابعة. إذا المعلم فعلا استعد، الطالب راح يكون طبعا مستعد. واذا المعلم غير مستعد شلون راح يطلع؟ هنا في الاشكاليه راح تحصل بالنسبه لنا فجوه. اليوم ما اقدر انا احقق اهدافي. نعم. فانا راح اخرج منتج، المنتج من اللي هو الطالب. احنا يعني القطاع التعليمي مدخل عمليات مخرج. نعم. مدخل الطالب اول ما اولى ابتدائي يدخل العمليات اللي احنا 12 سنه ندرسه، المخرج لما يتخرج رابع ثانوي. من اللي العمليات اللي قاعد يشتغل عليها؟ المعلم. المعلم الاساس الى الان قاعد يشتغل بالعقليه. انا ممكن قاعد اسولف وياك اخت مشعل مساء، الى الان احنا بعض المعلمين في الثوره الصناعيه الاولى. صحيح. يعني وقلنا يمكن لا يروحون للثانيه لقمات الكهرباء، فاحنا عندنا ازمه معرفه. لكن دكتور وعين. كيف عالجت هذا الموضوع من خلال الورقه؟ هل قدمت فيها دراسه؟ نعم. معينه وصلت الى خلاصه او توصيات؟ انا وصلت لمجموعه. نعم. توصيات، مجموعه توصيات. يعني اول هذه التوصيات ان نخلق بيئه مناسبه. نعم. بيئه تعليميه جيده، بيئه مقصد بيئه، البيئه محيط المدرسه. انا احتاج اداره مدرسيه لديها القدره على التنافسيه. نعم. تشجع التنافس. احتاج معلم يتبنى فكر هالادارات التعليميه الجيده. اذا ما قدرت اشجع وأحفز وأرقب أبنائنا الطلبة وأقول له إذا صار كذا راح تحصل كذا. نعم. أنا ما أتكلم عن الجانب النظري، أتكلم عن الجانب العملي. إذا ما قدرت أهيئهم ما راح يطلع عندي منتج. لهذا أنا أول نقطة أحتاج إلى خلق بيئة جيدة. نعم. اثنين، أنا أحتاج إلى أن يحفز أبنائنا دائما في تحفيز جيد وجميل. أحتاج أني أبني وأغرس في أبنائنا الطلبة وأخواننا المعلمين قيمة العطاء. نعم. لازم تكون يا معلم انت معطاء، ما تنطر نتيجه. يعني يكفي انه مهم، يعني عملك عمل الرسل والانبياء. اتوقع هذا الموضوع ما مرتبط اليوم بالتطور، العطاء والاخلاص في العمل نحتاجه في كل مرحله وفي كل ثوره تمر علينا في متطلبات المراحل الحياتيه اللي نعيشها. لازم صح. بس من قاعد يعطي؟ هني السؤال بين قوسين، من يعطي؟ احنا
يعني أسف بعض المعلمين تجدين فقط يقول أنا حصتي الساعتي الدراسية 50 دقيقة، السلام عليكم، لا تطلبوني أكثر من شيء، ويعطي فقط المقرر له في المنهج. زين أطلع شوي في معلومة لو تجيبها من برا ممكن أحسن. الحين أبناء الطلبة ترى ليش أقول لكم ساعة ما يحتاجون تلقين، ترى الآن العم جوجل أكفانا كل شيء، فممكن بعض الطلبة أفضل من بعض المعلمين في درجات، وقائمين على التعلم الذاتي بشكل كبير جدا. إذا ما كان المعلم عنده ذاك القوة وذاك الشخصية فما رح يقدر يجاري هذا الطالب. أنا أحتاج يعني أن حتى الأنشطة داخل المدارس استثمرها، هل الأنشطة أنا أتكلم ممكن قاعد أقول الكويت ما هي بعيدة عن عمان، أغلب أنشطتنا المدرسية شخبارها بالعامية يقول شلونها، أخذ الكرة وقطها لهم يلعبون فيها، أودهم بس حصة رسم أو حصة بس حفظ قرآن أو حصة ما أقلل بس من الأنشطة اللي قلتها، لكن بعده شنو؟ هل أنا عززت مثلا شفت الطالب هذا مميز في جانب الكهرباء، مميز في جانب وعززه وقيمه في الجانب هذا، أم فقط نفس السمن القديم أخذ له الكرة وطنبخية على قولتهم؟ هو يعتمد دكتور إحنا ممكن أيضا نعقد مقارنة بين البيئات التعليمية، لأن كل بيئة أتوقع هي اللي تأسس لهذا الجانب وعندها أيضا استراتيجيات ورؤى. ما أعرف أستاذة مشاعل يمكن أنت قريبة من البيئة التعليمية اللي هي مؤسسات التعليم العالي، وأكيد الطلاب الموجودين هم مخرجات من بيئات تعليمية مدارس في السلطنة، كيف يعني تنظري إلى هذا الجانب؟ مؤسسات التعليم العالي قد تواجه كثير من التحديات. نعم. بس نحن اللي نشوفه صراحة في جهود. نعم. في جهود في سن سياسات اللي تدعم للابتكار، في مراكز بحوث علمية، مراكز الابتكار، هذه كلها الجهود اللي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي من أجل مواكبة العصر الحديث اللي هو عصر الثورة الصناعية الرابعة. ولاحظنا انه يعني التخصصات الجديده مثل تقنيه النانو، تخصصات في متعلق بالذكاء الاصطناعي وغيره، في كثير من مؤسسات التعليم العالي او يعني باديه تفتح هذه الاشياء. بس نحن نطلع انه هذا الشيء يصير اكثر، صحيح نتمنى يصير اكثر، يعني كيف انه يصير تركيز اكثر على التخصصات الجديده، لان هذه التخصصات الجديده مستقبلا راح يلاقوا وظائف لها. بس لما انا ادخل في تخصصات اوريدي في موجود بطاله وأنا أستمر في هذه التخصصات، وأصلاً هاي التخصصات مستقبلاً يمكن خلاص تختفي، صحيح فهذه راح يزيد المشكلة. أتوقع إحنا يمكن يختلف دكتور الوضع، لأن نحن اليوم أيضاً في السلطنة وشفت يمكن في العرض كنت حضرت الجلسة الأولى استراتيجية عمان 2040، هذه يمكن ركزت ربطت كل القطاعات الصناعية والاقتصادية والتنموية والتعليمية بمتطلبات هذه الثورة، فالكل اشتغل في توجهاته على هذا الجانب. ويمكن يعني الأستاذة مشاعل قريبة من المشهد، يعني إذا تشاطبنا الرأي كثير من هذه المنتجات بدنا نشوف ثمارها من خلال شبابنا ومن خلال أنشطة كبيرة أصبحت منتجات ظاهرة فيما يعنى به الثورة الصناعية الرابعة. أيوة فعلا، يعني في صار في اهتمام وتوجه كبير في هذا المجال، كيف نعم. أنه ممكن يأخذوا في جانب الثورة الصناعية ومتطلباتها، حتى يعني نلاحظ أنه يعني صار على مستوى التعليم العالي أو حتى على مستوى التعليم العام، يعني صار في كثير تركيز على الإبداع والابتكار، كيف نعزز هذا الشيء، كيف نخلق بيئة تدعم الابتكار، وغير المسابقات الوطنية. أيوة أيضا مسابقات فعلا عديدة. الشباب صاروا يتنافسوا ويجيبوا مبتكرات ونتائج فعلا يعني مشرفة، أن طالب عماني سواء في مؤسسات داخلية أو خارجية اليوم وصل لدرجة أنه مبدع ومبتكر، يعني شيء جميل. بالعكس أنا يمكن شفت اليوم في المؤتمر نعم. شيء رائع جدا، وشيء مثل ما قلت في البداية جبار، ومبين أن القيادين في السلطنة مهتمين في هالجانب، مهتمين ان توفير هالامكانيات هذه في اخراج المنتج اللي قلنا عنه، فهم يشكرون ان يكفي انهم قاعد يبذلون الاسباب في توفير بيئه مناسبه وتوفير الامكانيات. يعني مثل ما قلنا هالمؤتمر هذا مؤتمر جميل جدا حارسين، لكن احنا دائما طموحين للافضل. نعم. يعني وخاصه الناس المتخصصين ما يشبعون، يبون زياده، يبون دائما يطلع. اذا اليوم المنتج عنده 60% يتمنى بكره المنتج يكون عنده 200%. نعم. فبالعكس جهود جبارة تشكروا عليها يعني سلطنة عمان. نعم أستاذة مشاعل، يعني معرف ورقة العمل اللي قدمتيها أكيد هناك توصيات يمكن تخدم ما يعنى بسوق العمل، فنذكر بعض هذه التوصيات. أنا ورقة عملي كانت عن التعليم العالي، كيف استعدادية التعليم العالي لهذه التخصصات في السلطنة. نعم. بالنسبة لأهم التوصيات، أولها كانت هي زيادة الوعي عن الثورة الصناعية الرابعة. يعني ممكن في ناس كثير في على مستوى الطلاب
لسه ما عندهم وعي عن الثورة الصناعية الرابعة متطلباتها، فهو أهم شيء أنا أشوف الوعي والاقتناع بأهمية هذه الثورة الصناعية الرابعة. نعم. ومن توصيات اللي في دراستي أو في ورقة العمل كانت أنه خلق بيئة تدعم الابتكار والبحث العلمي، سن سياسات وتشريعات في مؤسسات التعليم العالي اللي فعلا تدعم الثورة الصناعية الرابعة، وبالفعل في مؤسسات التعليم العالي هي ماشية في هذا المجال. نعم. كذلك ربط المناهج، ربط المناهج بالتخصصات الجديدة، خلق هذه التخصصات الجديدة المطلوبة، دعم المهارات المطلوبة في عصر الثورة الصناعية الرابعة اللي قلنا من أهم المهارات في الثورة الصناعية الرابعة اللي هي معتمدة على الإبداعية، الابتكار، حل المشكلات المعقدة. يعني المهارات اللي كانت في السابق خلاص ما صار مطلوبة، مثل المهارات اللي تعتمد على القدرات في القدرات في الحفظ وفي إدارة الوقت وفيها هذه كل أشياء طرحتها في ورقة العمل بناء على التقارير العالمية اللي صدرت. نعم. دكتور، يعني المرحلة القادمة أكيد تحتاج منا اشتغال على الجانب التقني وأيضا على الجانب الاجتماعي واللي هو أنت تذكره وتعمل عليه، كيف ممكن نحقق هذا التوازن بحيث أن فعلا نستفيد إيجابيا من هذه الثورة؟ طبعا نرجع للهرم التعليمي يعتمد على ثلاثة، على القيادة التعليمية والطالب ولي أمر. نحتاج أن نشتغل عليهم ثلاثتهم. نحتاج أن نشتغل على المنهاج. المنهاج يعني شخباره، هل قاعد يجاري الثورة الصناعية أم إلى الآن في الشيء القديم؟ هل إلى الآن هو في على قولتهم في الحفظ فقط، أم أنه فعلا تطور وقام يجاري هذه الثورة الصناعية؟ نحتاج أن نغير مناهجنا للأفضل. نحتاج أن نوفر قدوات تعليمية ناجحة تقدر تقود هذه الثورة الصناعية. نحتاج أن نهتم في متابعة سلوك أبنائنا الطلبة مع هذه الثورة، شلون سلوكهم؟ هل سلوكهم جيد ولا يحتاج تقويم ولا يحتاج تعزيز؟ نحتاج أن نشجع أبنائنا ونشوقهم على التحفيز ونعطيهم الحافز لهذا الأمر. نعم. احنا طبعا الوقت يمر معكم سريعا، كنتوا يعني حاسبين الوقت طويل، لكن دائما في الحوار والحديث الوقت جميل وشيق. أتقدم لكم بجزيل الشكر الأستاذة مشاعل بنت عوض الصيعرية، محاضرة بالكلية التقنية بصلالة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. ولك الشكر أيضا دكتور نايف بن لاف المطيري من دولة الكويت، باحث في الإدارة التربوية. شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لكم مستمعينا على متابعتكم لنا على مدار ساعتين من خلال هذا البث والتغطية المباشرة لفعاليات المؤتمر الدولي الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على التعليم من ولاية صحار كما أشرنا. إن شاء الله غدا لنا أيضا وقفات ومحطات جديدة. نشكر كل من تابعنا وأيضا كل من ساهم معنا في الإعداد والترتيب لهذه الحلقة من قسم العلاقات والإعلام التربوي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة. تقبلوا أيضا تحياتي في تقديم هذه الحلقة أمل الجهورية، والشكر للمخرج على المحاربين. نلتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة. في أمان الله.